صباح الخير عليكم جميعا، او مساء الخير. ان شاء الله رب تكونوا بألف خير. والنهاردة بعد ما خلصت تمرين اليوجا افتكرت اني لازم اتكلم عن مشكلة الشيخوخة المبكرة. انطلبت مني اذا حابين نوعية المواضيع ديت اعملوا لي لايك، عرفوني باللايك واضغطوا جرس علشان الموضوعات الجديدة. اذا انتوا بتعانوا من premature aging او ظهور علامات رفيعة في البشرة في عمر الـ30، ده معناه انه البشرة اتعرضت كتير للتلوث. تعرض البشرة للتلوث بيعرضها للfree radicals او الشوارد الحرة اللي بتدمر خلايا البشرة وبتفككها، وبمرور الوقت بتظهر لينا علامات تقدم العمر اللي هي حوالين العين وتكون حوالين الفم. كمان الجفاف بيكون سبب من أسباب ظهور الشيخوخة المبكرة. وحل الاثنين وعن تجربة هو استخدام زيت بذور العنب. بذور العنب بيرطب البشرة من غير ما يسد المسام، وبيحارب الشوارد الحرة اللي هي بتسبب الخطوط الرفيعة. كل المطلوب مننا ان احنا بننظف بشرتنا قبل النوم وبننشفها كويس، وبنوزع عليها قطرات زيت بذور العنب، وبنعمل مساج وبنركز على الأماكن اللي فيها العلامات، يعني حوالين العين أو حوالين الفم لمدة 2 دقايق. ما ننساش إن التوتر والستريس والضغط النفسي من أهم أسباب الشيخوخة المبكرة أو البريماتور ايجينج. علشان كده لازم نتعلم نهدى ونسترخي ونتخلص من التوتر والسترس يوميا بتمارين التنفس، 2 دقايق للتمرين، 2 مرات في اليوم. واللي حابب يعرف ازاي يتفضل عندي على الفيديوهات القديمة. وده كان كل شيء النهاردة. هسيبكم على خير واقول لكم سلام، باي.